يا جماعة أنا حاب أوضح لكم حاجة، أنا ومجومبة فعلا ما راح نستوي إلا لما يعتذر. يعتذر، الحركات هذه ما تمشي، عيب. يا وزير الترفيه الحقني، ويا ما أدري شو الحقني، والترقد هو ما في شيء. بر اللي مريض حرمته، قال حار حرمته قومي أنا بنزدح فوق السرير. اسمح لي، وانتوا حكموا، هل مفروض عليه يعتذر ولا ما مفروض عليه يعتذر؟ كلامي انتهى، مزاح ضحك انتهى، وقت الجد يعتذر. كذي كبر وجهه بلوشي. هلا ربع واخوان، موضوع مجومبا لا تناقشني، والله والله ما بتشوفني مره ثانيه. محمد تعودت انك تناقشني، صح ولا ما صح؟ قول. وتعودت انك تسمع مني. حلو، عشان خاطري هالمره طيح، عشان خاطري ما اقدر. حاول. بعدين هو الريال ما غلط يا اخي، مزح. بعدين هذه الكلام اللي قالت ترى قالوه مئات الالاف قبل. انا بسال الناس، اطوفها والله ما اطوف الكلام عندكم. حبيبي مجومبا اسامحه والله؟ لا 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 لا، اصل عيوني هو، لا تسامح البر. حلو، لا تسامح اقول لك. ها محمد اشعوره ليه؟ ها محمد النوع الصحه الصحه تعال حقني صحه تعال حقني قالتي اشعوره ليه؟ ها محمد اشعوره ليه؟ ها محمد النوع الصحه الصحه تعال حقني صحة تعال حقني قالتي اشعوره ليه؟ يا المخيني ايش فيك على مجومبا مسكين؟ ايش فيك يا اخي؟ شخص طيب، شخص قلبه ابيض، شخص مسالم، شخص على نياته، وانت ضغطنا ضغط مسكين، ضغطنا ضغط. خلاص وعدك وعدك انه ينفذ وعده وما بيقصر فيك، وانت دائما مثل ما نعرف احنا عنك انك ما شاء الله شخص مسالم والمسامح كريم، وانت مسالم اساسا، مسالم. هل هلا في مسكين؟ هل هلا ما بيقصر، راح ينفذ الوعد 100%. هل هلا في مسكين؟ لا تسامح مجومبا، 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 والله ما سامحه. لا تسامح مجومبا. السلام عليكم، انا راح اسوي رياضه، بس اللي لفت انتباهي شوي اللي ضاع هني ضعيفه، انا رايح اسوي رياضه بس لفت انتباهي شفت سناب مخيني زعلان ويتضارب ويزبد وحالته حاله. ابو حمد علامك، طول بالك يا ريال، احيدك وايد اهدى، ويعني تتجاوز وايد اشياء، من مزعل انك مجومبا شكلك، ما اعرف ايش السالفه، بس اللي عارفه ان بينكم علاقه وصداقه وغيره، تاثرت بكلمه واحده، شفت كيف تتاثر؟ ها بس المسامح كريم، بدي اطول بس الاضاءه ما زين هني. تحياتي للكل. ورحمه الله وبركاته. محمد انا من ملعب الميناء في البصره في كاس الخليج، اقول لك لا تسامح، لا تسامح مجومبا ابدا لين ما يراضيك. يراضيني معك. بص يا جماعه، احنا موجودين في ام عبيله عند نيستو، تمام؟ مستنيه. يا مرحب بالمعارك، ويا مرحب باي راجل رجله شايلاه. خلص الكلام. وش بتسوي يعني انت في نيستو بتبيع ماي؟ مو بتسوي يعني، ويش تو يا اخي بدر، والله العظيم يعني ويش هذا الرساله موجهها حلمين؟ الرساله لاي حد مضايق مجومبا في عمان، احنا موجودين في نيستو عند ام عبيل، اشهر مكان في ام عبيل نيستو. ايوه، يا مرحب بالمعارك، ويا مرحب باي راجل رجله شايلاه، واحنا بلطجيين، واحنا مستنيين اي حد رجله شايلاه. حبيب ادم خيني، قصدك حرب عالميه، قصدك المخيني هذا الكلام. انا ما اعرف ايش السالفه، كل ساعه في فيديو، ساعه في فيديو، والتاني لايك سبب بالله ما تسامح. ليش نجوم؟ خلاص، هو انت سويت حريقه ولا عملت له ميتم؟ انا حد ساب امه والله حد ضايق. يا اهلا وسهلا يا اخي، والله احسك متحسس حقيقي، وسامحني اذا غلطت عليك، ترى ابوي ما من بين قاسي يعني جوكينج، تمام؟ ما اتوقع انك بتتحسس حبيب القلب،
والسموحة منك. شيل هنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.